ففنانا المحبوب سمير صطيفي، جو جميل خفيف بهذه النغمة الصيفية الجميلة. عودة إلى البلاتو والبرنامج، وسويا نستقبل ضيوفنا الكرام. طبعا سعيدة أن ينضم إلينا الدكتور سليماني توفيق، وأيضا مرحبا سيد مساوي خليل. صباح الخير ومرحبا بكم مرحبا معنا. مرحبا بكم إذن أنتم جيتوا من ولاية من ولاية عزيزة المدينة. علينا، أكيد عزيزة علينا، وعودتنا دائما على حركية ونشاط يعني ملفت للانتباه في كل المجالات بما فيها المجال الطبي. طبعا الحديث سيكون عن جمعية الشفاء لمساعدة مرضى العمود الفقري. كان لديكم يوم دراسي يوم الخميس الفارط 19 نوفمبر، وأيضا ستكون لنا وقفة مع الدكتور سليماني عن هذا اليوم الدراسي. ولكن أردت قبل كل شيء مع الأستاذ خليل أنه تعرفنا على هذا الجمعية، جمعية طبعا الشفاء لمساعدة مرضى العمود الفقري. تفضل أستاذ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أحيي الشعب الجزائري بفرحة الانتصار بهذا العيد، عيد الانتصار في لفريق لمنتخبنا الوطني في كرة القدم، وأيضا أهنئ الشعب الجزائري بالعيد، عيد الأضحى المبارك. وأيضا أهنئ كل أفراد أو طاقم جمعية الشفاء لمساعدة مرضى العمود الفقري لولاية المندية بتحقيق اللي هو النجاح اليوم الدراسي الطبي الجراحي الرابع الذي أتى مباشرة بعد انتصار فريقنا لكرة نعم القدم، ونتمنى له كل الفوز في إن شاء الله المقابلات المقبلة إن شاء الله، إن شاء حتى الله تعم الفرحة على كل أفراد الشعب أكيد الجزائري. إن شاء الله يا رب. إذا بالنسبة إلى جمعيتنا، ككل مرة كنا تقدمنا عدة مرات في التلفزيون الجزائري، وهو مشكور على هذه الالتفاتة وعلى هذا الدعم الذي يقدمه من ناحية الإعلام للشعب الجزائري. فعلا جمعيتنا هي جمعية أنشئت منذ سنة 2004، تعمل بأربع لجان كما تعلمون: لجنة طبية، لجنة إعلامية، ولجنة رياضية، ولجنة اجتماعية. فقط عذرا للإشارة، فقط سيد مساوي خليل هو رئيس اللجنة الإعلامية لجمعية الشفاء، باش شكرا نعطيك حقك في التعريف. تفضل. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. بالنسبة لجمعيتنا عندها يعني عدة أهداف، من جملة الأهداف تاعها هي إنشاء مركز لإعادة التأهيل الحركي، نعم هذا من جملة الأهداف الذي كان، وهو فعلا لقد تحقق في العام هذا مركز وخاص بولاية المندية والولايات المجاورة أيضا، وهو يعمل الآن. لقد دشنا في 14 مارس 2009 في هذه السنة بمساهمة كما تعلمون مع الاتحاد الأوروبي. سليم. فقط نوريو أو نظهر للسادة المشاهدين صورة المركز. هذا المركز هو من إنجاز ومن أهم المشاريع التي أنجزت على مستوى جمعية الشفاء، مهيأ بعتاد وآلات حديثة. تفضل نواصلوا نعم. على هذا إذا المشروع. هذا المركز أنشئ بمساهمة الاتحاد الأوروبي ووالي ولاية المندية وبعض الشركات الوطنية، وهم مشكورين أيضا. من جملة الأهداف أيضا هو إنشاء مسبح لإعادة تأهيل خاص يطابق مواصفات إعادة التأهيل الحركي، هذا راه في طور الإنجاز بإذن الله. من جملة الأهداف أيضا هي الأيام الدراسية التحسيسية سواء كان للمرضى أو للأطباء، ولقد أنجزنا 4 أيام دراسية، والآن سوف نتكلم عن اليوم الدراسي الطبي الجراحي الرابع اللي تكلم عليه الدكتور سليماني. من جملة الأهداف هي أيضا مساعدة المرضى ماديا ومعنويا، هذه أهداف الجمعية. الشيء اللي يقدر، نعم تفضلي. نعم، ستكون لنا عودة لنتناقش معك أستاذ مساوي عن نقاط أخرى، عن ربما الأهداف المستقبلية، المشاريع ربما التي تنوي الجمعية تحقيقها ربما في آفاق السنة القادمة إن شاء الله. شكرا. بعد سؤالي طبعا لدكتور سليماني توفيق، أنت من الأطباء اللي سجلت حضورك في هذا اليوم الدراسي اللي كان بتاريخ 19 نوفمبر الخميس الماضي. أعطينا فكرة على هذا اليوم الدراسي وأهم ربما المحاور والأشياء اللي تناقشتوا حولها. صباح الخير. قبل كل شيء حبيت نشكر فريقنا الوطني بوغ لا أكيد. بيرفورمانس اي لا كاليفيكاسيون لا كوب دافريك لا كوب دي موند. مبروك علينا. مبروك علينا، مبروك على الجزائريين. بوغ لا جورني تاع لو 19 كي كونسيستي ا ايتيدي دو تام، زوج محاور. المحور الأولاني هو
لا باراپليجي دونك شلل الاعضاء السفلى بوست تروماتيك والمحور الثاني هو لا لومبوسياتالجي اللي هو كما تعرفوا كاع سي لا مالادي دو سيكل. في هذه المحاور كان اون ا ريسي دو زيكيب سي ليكيب دو سيرفيس دو ريديكاسيون فرانس فانون بليدا. هادو من الفرق اللي شاركوا اللي قدموا لنا هاد العناوين وهو البروفيسور نوار اي ليكيب دو زميلي سيرفيس دو نورو شيروجي البروفيسور عبد النبي. نعم هاد لي جورني بون سي لا كاتريام جورني لي سيرتو لي فائده الاطباء وبيان سير ليكيب تو ليكيب باراميديكال و شبه الطبي فريق شبه الطبي فوالا و لو بي تاع هاد لي جورني سي سيرتو دو سورتير دي كونديت ا تونير كيفاه لازم الطبيب كومون يدوا رياجير دوفون لي مالاد باسكو سي دي زورجونس بارابور او بارابليجيك واش لازم يدير واش من كال دياغنوس لو دياغنوسي كونت ايل ايتابلي افيك لا دي راديولوج بيان سير لا بريز ان شارج كومون ال دو سو فير او اي دو لي اورينتي سي تري امبورطون. يعني التكفل بالمريض في كل النواحي كيفاش يكون باسكو كوم سي اون اورجونس اون جينيرال لي حاله استعجال فوالا لي بروميير ا اتر سير لي تيران سي لي جينيراليست دايوغ كي زيتي طبيب العام طبيب العام اللي كانوا بكثرة اليوم هذا يعني اليوم 19 في هذا اليوم الدراسي فوالا. وانت كطبيب شاب اعتقد انك اخذت ورايحين نرجعوا لهذه الفكره فكره التكوين فكره الخبره خاصه لانه هذا المجال وهذا الفئه بالذات يعني مرضى العمود الفقري اعتقد انه عندكم انتم طريقه خاصه علاج خاص لابد ان يكون هناك تكوين ايضا خاص. بيان سير لازم لا فورماسيون دو تيتر سي لا فورماسيون كونتيني ميم حنا ناكير ان اكسبيريونس محتاجين دائما التكوين محتاجين بيان سور باسكو اون دو اتر على باش كيما نقولوا لازم كل يعني حاجه جدد وحنا اون دو اكومباني هاد لي مالاد باسكو هاد لي باثولوجي هادو سي دي باثولوجي ملتي ديسيبلينار دونك سا نيسيسيت لا بارتيسيباسيون دو بليزيور سا سوا ميدسان ولا باراميديكال فوالا كلش psychologue, etc. Donc, en général, on doit les accompagner, ça soit, même s'ils doivent se faire opérer les malades pour les paraplégiques et même pour les lombosiatalgiques, etc. On doit les accompagner, ça soit قبل العملية, ou بعد العملية, ou surtout الوقاية. Et notre, ce qui est important, c'est l'hygiène de vie. طريقة عيش voilà, lors des acquisitions de, des activités de la vie quotidienne ou la professionnelle qui fait لازم يخدم كيف لازم يقعد ça c'est très important par rapport à la lombosiatalgie voilà et par rapport à la paraplégie حنا on doit les accompagner parce que ça nécessite surtout la rééducation comme حنا مسكل فين بهذا الشيء la rééducation elle est longue et voilà. نعم ثاني سؤال يلا اسمع مليح الأستاذ ميساوي وتعال يعني لأنه فعلا الأطباء متعودين على اللغة الفرنسية أكثر هذا الشيء المتعامل به لا اسمع هذا الشيء مفروغ منه ولكن نهضروا بالدرجة هكذا باش الناس يكون رسالتك اليوم واضحة. أستاذ سليماني كنا تحدثنا عن مساوي عذرا مساوي خليل طبعا كنا تحدثنا عن هذا الإنجاز الهام لجمعية الشفاء المتمثل في هذا المركز المهيئ بعتاد وبوسائل حديثة جدا ويعتبر طبعا شيء وإنجاز كبير. نتحدث الآن عن أنا أردت أن تكمل على ما قاله الدكتور سليماني أهمية نقطة التكوين تكوين الأطباء وأعتقد أنها من النقاط التي تحرص عليها جمعية الشفاء. نعم بالطبع بطبع الحال تكوين الأطباء يعود بالنفع على المرضى مرضى جمعية الشفاء عامة ومرضى الجزائريين كل لأنه هذه جمعية الشفاء تعمل صحيح على في ولاية المدية لكن تستقبل مرضى من ولايات أخرى حتى من العاصمة من بومرداس يأتون أي جزائري أكيد ترحب به الجمعية ولاية عين دفلة يعني يأتون ويأخذون حصتهم من العلاج في مركز إعادة التأهيل الحركي. والآن عندنا تقريبا 2200 منخرط في الجمعية 2200 تصوري ونحن الآن بحاجة إلى توسعة هذا المركز
إذا كنا قدمنا نداء للمساعدات المادية لتوسعة هذا المركز، وربما نستطيع أن نظهر هذا التوسعة. نعم. اللي هي ممكنة، ممكن أن ممكنة تكون على مستوى المركز، على مستوى المركز. نعم. يعني كفيه محلات موجودة وأصحابها يعني عندهم إرادة لتسهيل بيع هذه المحلات للجمعية. إذا لقينا يعني بعض الممولين اللي ساعدونا، بعض المحسنين، نستطيع توسعة هذا المركز إن شاء الله. التوسعة هي مشاريعكم المستقبلية التي تطمح الجمعية إلى تحقيقها في المستقبل القريب إن شاء الله. المستقبل بعيد عن كما كنا تكلمنا على مسبح يطابق مواصفات إعادة تأهيل الحركي. نعم. لأن المرضى لم يتنقلوا من ولاية المدية إلى الولاية العاصمة، اللي مثلا أزير، مركز أزير وأزير بلاج، ولا يروحوا مثلا طقس راين، ولا يروحوا لسيدي فرج. إذا هذه والتنقل هذا يكلف أكيد. يكلف الجهد ويكلف المال ويكلف المسافة، يكلف الغياب عن الأهل وخاصة أستاذة، خاصة المسافة أعتقد أنه حالتهم هما ما همش ما تسمح لهمش بتعب السفر والتنقل نعم. نعم. نعود إلى اليوم الدراسي، يعني كما قلت تكملة للكلام اللي قاله الدكتور سليماني توفيق. بالنسبة اليوم الدراسي، في هذا اليوم الدراسي بالذات يعني كنا ضفنا شيء جديد، اللي هو من غير المتدخلين من داخل القطر الجزائري، كانت عندنا مداخلة من كندا، وكانت عن طريق سكايب، في جامعة المدية، اللي هي مشكورة على تسهيلاتها. ككل مرة تقدم لنا تسهيلات لإجراء هذه الأيام الدراسية. يعني كان دخل لنا الدكتور علال وقدم لنا الشيء الجديد في علم الطب في الخارج، وهذا ممكن يستفادوا منه الأطباء. أكيد. واللي احنا نوفر لهم هذا التكوين بالمجان. يعني كاين بعض الأطباء اللي عم يديروا التكوين يعني بالمساهمات المالية، احنا راه يجي مجانا، مجانا ونتكلفوا به يوم كامل. نعم. يعني من حيث التعليم، من حيث الإطعام، من كل شيء. يعني الطبيب يعني يأتي ما عليه إلا البحث والدراسة ويتفرغ للتعلم. هذه نقطة اللي حابين نضيفها. من غير التكوين تاع الأساتذة تاع الأطباء الولاية المدية، عندنا أيضا الإعلام، وعندنا لا بريفونسيون، الوقايه، كما تشاهدين في هذه الوثيقه المنشورات. كنا انجزنا وثيقه بمساعده الاطباء، اطبائنا يعني عندنا طبيبين في المركز. اذا الوثيقه هذه هي ليجين دو في، يعني كيفاش نقول ليجين دو في، يعني طريقه العيش ونمط الحياه، يعني اليومي، نمط الحياه اليومي للمرضى. اذا هذه وثيقه تسلم لكل منخرط في جمعية الشفاء حتى يتسنى له السير أو سلوك السير الحسن خلال الأيام في المعاش. إذا تلاحظي فيها يعني وجهين. الوثيقة هذه قيمة. نشوف الوجه الثاني سليم. تفضل أستاذ. إذن هذه فيها حركات رياضية. نعم. تساعد المريض. ممكن الطبيب يشرح أحسن مني في هذا الموضوع. تفضل دكتور. بون هنا يا دي سي دي انديكاسيون با واش لازم يدير المريض، سي سا في بارتي دي ليجين دو في. نشوفوا كيف لازم يمشي، كيف لازم يرفد الثقل، كيف لازم ينوط لو باساج دو لا بوزيسيون اسيز لا بوزيسيون دوبول، وضعيه الجلوس، ولا وضعيه الجلوس، كيف يوقف، الحركات اللي لازم يديرهم في الدار بوغ تونيفي دونك بوغ رونفورسي قوي العضلات ومام لي زاسوبليغ، سي تري امبورطون. لازم يديرهم هادوما كوتيديانمون، برنامج يومي، برنامج يومي. باسكو العلاج الطبي ولا لا ريديكاسيون المام اني با سيفيزون، ما تكفيش وحده، ماهيش كافيه فعلا. كي يكون مريض صح اوني لا اون اجي، بصح بوغ بلو تار ولي جين دو في لازم هو يولي طبيب نفسه، يعني يتكفل بهذا العنايه وبهذا واش لازم يدير. نعم. نعاودوا نرجعوا ليك دائما دكتور سليماني. أشار الأستاذ مساوي منذ قليل إلى مداخلة كانت من كندا، لأنه مناش بعاد على الدول الأوروبية بحيث الإنجازات الطبية والكفاءة أيضا الطبية الموجودة في كل المجالات، في كل القطاعات موجودة في الجزائر. كيفاش تقيم مستوى في هذا المجال بالتحديد، مستوى نحن المستوى الطبي الجزائري؟ نعم.
par question médicale fait جانب الطبي on est à la page on est quand même parce que voilà, parce qu'on assiste à leur congrès ou même par rapport à la recherche on assiste à leur congrès et bon la différence le فرق اللي يقدر يكون c'est l'hygiène par rapport à l'hygiène de vie donc c'est le niveau social des malades c'est très important même le par rapport à l'habitation une iskon ou par rapport à l'hygiène de vie et par rapport au جانب الطبي c'est l'imkaniyat c'est par rapport au plateau technique qui m'a rien يقول monsieur Moussaoui par rapport à l'espace là maintenant on manque d'espace, on prend beaucoup de malades, on a pratiquement 150% de notre capacité. Donc c'est par rapport à ça. Mais c'est une question technique ou la médicale, c'est la même chose pratiquement. Alhamdoulilah, akid hna ma nchoukouch fi kafa'at khabrat al-khibra al-jazayriya fi kol al-majalat. Aouda lik, Oustad Moussaoui, rubama tawsi' al-markaz huwa min awlawiyat wa min tomouhat al-jam'iyya. Ishraak al-an nokta muhim حتى يكتمل دور وأهداف وربما وظيفة إن صح التعبير الجمعية بكل أعضائها بكل لجانها أعتقد أنه إشراك وإقحام المجتمع المدني المواطنين مرضى أو غير مرضى لأنه جميل أن تكون لدينا ثقافة طبية يعني لمختلف الأمراض ولمختلف هذه الأشياء دور وتفاعل المجتمع المدني وتعاونهم مع الجمعية كيف هو؟ لحد الساعة يعني الحمد لله بالنسبة للمواطنين لما بمجرد ما سمعوا بأنه فيه يعني مشروع من هذا القبيل اللي هو تفتقد إليه ولاية المنية يعني كل المواطنين بادروا وقدموا لنا يد المساعدة وقدموا لنا نسبة يعني عالية بالنسبة لل تكلفة المشروع هذا كما كنت تفضلت وقلت لك أنه 80% على عاتق الاتحاد الأوروبي 20% على عاتق ولاية المدية اللي هو مشكور في تقديمه لدعم كاين أيضا تسهيلات من طرف لوبيجي اللي هي منحت لنا المحلات ولو أنه بثمن رمزي يعني معتبر لكن فيه تسهيلات من حيث مديرية الصحة مديرية النشاط الاجتماعي اللي هما داخلين معنا دي بارتنير شركاء مديرية الصحة مديرية نشاط اجتماعي مديرية الشباب والرياضة لأنه بموازاة مع الطبيب ربما راه يعطي المريض لما يتقدم إلى مركز إعادة التأهيل الحركي يكشف عليه الطبيب وهو يوجهه إما لإعادة التأهيل مباشرة للبلاطو تكنيك تاع السونتر أو يوجهه للسباحة عندنا أيضا السباحة اللي هي أيضا عامل من أهم الرياضات المشكل في البداية لتقوية عضلات العمود الفقري هي السباحة على الظهر أيضا كما شفتي في هذه في الوثيقة هذه ربما عندنا فرقة يعني عندنا مجموعات مجموعات ثلاث مجموعات بالنسبة للرجال وعندنا أيضا بالنسبة للنساء يديروا أيضا رياضة السباحة في مركب المدية مركب الرياضي وإحنا نسعى لكي يكون لنا مسبح خاص يطابق مواصفات إعادة التأهيل الحركي نحن نقوم يعني بكل ما في وسعنا أو نستطيع حسب إمكانياتنا لمساعدة المرضى سواء كان من حيث الوقاية من حيث كان العلاج من حيث التكوين إلى آخره شوفي ربما حتى أيضا تلاحظي عندنا مجلات كنا أنجزناها سنظهرها نعم مجلات هذا من جملة مهام اللجنة الإعلامية هي إنجاز مجلات هذه المجلة العدد الأول صادرة عن الجمعية فيه مجلة العدد الثاني لاحظي هنا إذن هذه أيضا مجلات الشفاء خاصة للمرضى حتى المرضى يستطيع أيضا يأخذوا مجلة فيها معلومات أكيد فيها معلومات طبية فيها توضيحات فيها يعني إرشادات للمرضى وجميل هذا الجانب التحسيسي عن طريق المجلة عن طريق المعلومة لأنه أعتقد حتى لو كانت لديهم مشاركة وكان لديهم كان لديهم حضور أعتقد أنه المعلومة ستكون راسخة أكثر لما تكون عندهم بحوزتهم هذه المجلة يعني كل ما يحاولوا يتذكروا شيء أو معلومة يرجعوا لهذه المجلة يلقوا فيها المعلومة حتى لديبليون هذه المطويات أيضا تساعد أكيد المرضى لما يديها محل الدار يقوم بعمل بالحركات الرياضية لأنه
المركز ماهوش راح يكفي ل 2200 2200 يعني مريض يعني كيفاش راح نعالجوهم على كل مريض ان يحول منزله الى مركز يعني يقوم هو بالحركه نحن نقدم الشيء اللي نقدر عليه فعلا. الزياده على هذا ايضا عندنا توعيه بالنسبه للمدارس ايضا كما تلاحظي في الدبليون هذا كنا وزعنا هذا الدبليون اللي هو المحفظه والام الظهر نعم. ممكن الطبيب يشرح أكثر في هذا الموضوع أكيد يعني نتوجه الآن أو فعلا نقطة مهمة جدا نقطة ربما ثقة للمحافظ على الأطفال ومشاكل الظهر سي بارابور على سكوليوز كي يكون ظهر معوج كيف الطفل لازم يرفد المحفظة سي تري امبورتون واش من المحافظ اللي لازم يرفدهم نوعية المحفظة باسكو لي ساكادو يفو لي زيفيت لي ساكادو دواف اتر بلاكي دونك مجدودين بيان مع الظهر كيما راهي توري هاد الصورة يكون على مع مستوى الظهر نعم ميم لا فاسون كيف يقعد اون كلاس لازم تكون لا طابلا دابتي عاليه ما لازمش يقعد فوق الطابله منحني هكذا نعم فوالا سي صافي وزن المحفظه ايضا لازم باسكو لازم يكون الوزن المحفظه ثقل المحفظه ما يفوتش 10% من ثقل الطفل نعم من وزن الطفل من وزن الطفل فوالا بور لو بوا دو كور دونك سا سي تري امبورطون لازم نخفوا المحافظ وماكسيموم هنا يعني نتوجه بنصيحه للاطفال لانه هناك ربما من يدرس مادتين ياخذ ادوات تاع 10 مواد يقول لك باش ما نكسرش راسي في كل مره لا لانه فقط ماهوش راح تكسر راسك مع ادوات تحطها في المدرسه في المحفظه ولكن راح يكون هناك مشكل صحي نعم مستوى العمود الفقري في الختام عندك شيء تضيفه اكيد استاذ من غير هذا اللي في هذا الباب فقط يعني كنا وجهنا نداء الى المسؤولين مسؤولين في قطاع التربيه ومسؤولين في وزارة الصحة لأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار خاصة بالنسبة للأطفال نعم. لأنه الطفل يعني هو كالشجرة إذا عالجته من الصغر ورعيته راح يكون مستقيم أما إذا كان تركته يعني نعم وصحي خاصة بالنسبة لهذه إذا كان يعني أصيب في العمود الفقري فهو صعب والعلاج تاعو يكلف كثير العلاج بالنسبة لعوجاج العمود الفقري يعني يلحق حتى تصور حتى العملية ويديروا له البلاك ممكن الطبيب يزيد يتكلم في هذا الموضوع لي بلاك هذو ماهيش سهله وفيها لي تاني كا ريسبكتي باسكو اون دو لي بروندر اون شارج كي يكونوا صغار دون لا بريز اون شارج في المدارس تاعهم لو ميدسان سكولير باسكو ان سيرتان سا سرا ترو تار بارابور لا سكولير كاين هناك فتره معينه وحنا هاد المرضى اون جينيرال اللي ما ياخذوهمش اون شارج كي يكونوا صغار نشوفوهم كي يكونوا كبار سي ترو تار المشكل يزيد 19 ans, c'est pas évident de les prendre en charge. Quand même une l'حقول الجراحة. يعني من المستحسن متابعة الحالة منذ الصغر باش ما تتقمش الحالة. Et bien on doit sensibiliser et les parents et même les enseignants. التوعية للأسرة وللمحيط المدرسي فعلا. الميدان هذا صعب جدا. خاصة بالنسبة للصحي بالنسبة للعمود الفقري حساس جدا وماهيش مسؤولية جمعية ولا مسؤولية كل الناس جميع من آباء من مسؤولين من أطباء من يعني جمعيات أيضا اللي هي قادرة يعني تحرك المجتمع المدني وتحرك المسؤولين يعني مثلا كما هذه المطوية درنا منها 12,000 وزعناها على كل ولايات المدية يعني اللي عندنا يعني صلاحيات باش نقوموا فيها توزيع الوزارة أخذتها بعين الاعتبار ودارت الديبيستاش أوبليغاتوري في كل المدارس هذه حاجه مليحه بالنسبه لنا مكسب لل فعلا الاهداف ومهام الجمعيه انسانيه اجتماعيه مهمه جدا احنا نشكركم على تلبيه دعوه البرنامج حبيت فقط بعد شويه على الجمعية وعلى مشاكل المرض والصحة وهكذا وربي يدوم الصحة والشفاء والعافية لكل السادة المشاهدين حبيت نعرف برك استاذ مساوي كي ربحت تزاير نهار الاربعاء واش درت بصراحة يعني مباشرة الفرحة هذيك راح شفت المصريين وش راهم يقولوا علينا يعني بغض النظر عن هذا الجانب انت كجزائري كيفاش فرحت وش قلت فرحة يعني ما تتصورش لانه هذا يا تلمون للحزن كان يعني الاجواء والايام اللي فوتناها على اعصابنا فوتناها الايام هذه يعني العشرية هذه إلى آخره إنسان يعني لقينا أنا كيخرج الشارع كأنه استقلال جديد فعلا استقلال جديد فعلا ونتمنى إن شاء الله الأجواء تترطب بين المصريين والجزائريين إن شاء الله أكيد كلنا عرب وأشقاء لأنه مصلحتنا سي لا ميم شوز كي باقي على الجزائريين فرحنا ونيتي سولاجي خرجنا للطريق واش قلت وان تو تري
فيفا لالجيري فيفا لالجيري فعلا تحية الجزائر ونسمعوا هذا النغمة لأنه ما زلنا فرحانين وما زلنا فخورين بأسود الجزائر اللي جابوا لنا التأهيل نسمعوا هذا النغمة المدينة معنا ودعي وقول إن شاء الله يحفظها